نحييكم مشاهدينا أحلى تحية من قناة فجيرة بحلقة جديدة وصفة جديدة من برنامج ملح وسكر. هالبرنامج بيحكي عن أكلات شرقية غربية عالمية وبالإضافة للحلويات. طبعا اليوم عاملينكن دياج تندوري، أكلة هندية. دياج تندوري مع طبعا كروم مسالا، هيدا البهارات التندوري كتير لذيذة. وعاملينكن طبق تاني الليدو الهندي، هيدي بينعمل بشكل كرات وبينحط بالقطر وبيتقدم كتير طبق طيب وخفيف. بس قبل ما نبلش بطبق التندوري، دجاج التندوري، خلينا نطلع نشوف المقادير. مقادير تشيكن تندوري: 1 كيلو دياي، 100 جرام لبن زبادي، 100 جرام معجون الطماط، 100 جرام بقدونس، و50 جرام كزبرة جافة، و50 جرام شطة، 50 جرام فلفل أحمر حار، 50 جرام ثوم، و50 جرام بصل، و50 ملي لتر زيت الزيتون، و50 جرام زعتر مجفف، و20 ملي لتر خل أبيض، و20 ملي لتر عصير الليمون، و10 جرامات بهارات مسالة، و10 جرامات بهارات مشكلة، و10 جرامات ملح. طبعا أعزائي، هذا هوني طبعا الأغراض تبع التندوري. بدنا نجيب طبق مثل ما شايفين، بدنا عنا فروج الدجاج مقطعينه لأربعة. هودي بدنا نشيل مثلا الدجاج لهون بهالشكل، هيك بنشيله منشين لحتى نتبلهم مزبوط. هوني عندي انا هوني مثل ما شايفين هذا بهار تندوري. هذا التندوري بيكون مش حلو، بابريكا وشوية شطة صغيرة، هذا حطيناه هون عليه. بدنا نحط ملح، يعني مش حار، يعني هذا ملح. عندنا هوني كمان بدنا نحط معهم ثوم، ملعقة ثوم. بدنا نحط معهم هيك بهالشكل. بدنا نحط معهم كمان شوية زعتر أورغانو. بدنا نحط معهم معجون الطماطو بهالشكل، معجون الطماطو. بدنا نحط معهم كمان هوني شوية بهارات مثل ما شايفين. البهارات هني عبارة عن بهارات، يعني كمون وشوية كاري، بهارات الكاري أو المسالة اللي بيحطون الهنود معهم. عندنا هوني طبعا شوية هيل كمان عليهم، وهيل وبهار الكمون. هوني كزبرة ناشفة، هي كزبرة ناشفة، وهوني البهارات اللي قلنا لكم عليهم. حطينا ثوم، بنحط شوية حامض عليهم، وهذا عندنا كمان شوية خل كمان. صار عندنا هالتتبيلة، بنحط لهم شوية زيت كمان. هلا وما بدنا ننسى شوية اللبن الزبادي مشان يطلع هالطبق لذيذ وطيب. هوني فينا نحن نحط شوية بصل معون بهالشكل، شوية منشين لحتى هيك تعطينا نكهة طيبة. حطينا كل شيء تقريبا، وهيدي شوية بقدونس. هوني بدي أنا ولع طبعا الزيت منشين لحتى يحمى الزيت ونعمل هالتتبيلة الحلوة. عندنا هوني مثل ما شفتوا، بدنا نشيل هودي من دربنا لانه مش بحاجه إلهم. اخذنا الكميه اللي بدنا اياها، وصار بدنا هلا
نعملهم نقلبهم نتبلهم بهالشكل. شوفوا هالتتبيله اللذيذه، حطينا لهم خل، حطينا لهم حامض عصير، حطينا لهم شويه زيت زيتون. طبعا الدجاج لازم يكون مغسول مزبوط، ويكون يعني طبعا مغسول بالحامض، عصير الحامض ومغسول بالخل وهيك، مشان حتى يكون ريحته كتير طيبة، ولمن نقليه كمان يكون له طعمة لذيذة. شوفوا كيف هالتتبيلة الحلوة. هذا لازم انتو اعزائي تتبلوا الدجاج قبل بثلاث ساعات اربع ساعات، يعني مشان لحتى يتشرب هالتتبيلة، اهم شيء بهال طبعا الطبق، يعني وقت اللي بيتبل مزبوط بيصير طعمه طيب ولذيذ. هلا في منهم بدغري بيقلون بالزيت، بيقلون بالزيت، بس انا بدي خليهم شوي يتبلوا، يعني يتخمر الدجاج بهالتتبيلة الحلوة، منشان لحتى تشرب هالتتبيلة، لأنه إذا ما كان التتبيلة طيبة ما بيطلع ال طبعا. لبينما أعزائي المشاهدين بدون يتخمروا شوي، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نتابع معكم. أصول التشيكن تندوري تعود لشخص يدعى كوندنان لالغو جرال، والذي نقل مطعمه في عام 1920 ميلادي إلى دلهي هربا من أعمال الشغب والاضطرابات، وجرب وصفات جديدة للحفاظ على الزبائن. فقام جوجرال بطهي الدجاج في أفران الطين التي كانت تستخدم لطهي خبز النان. نال الدجاج المطبوخ في فرن التندوري على إعجاب رئيس الوزراء أنذاك، حتى أنه جعلها وجبة منتظمة في المآدب الرسمية، وأصبح هذا الطبق الأكثر شهرة في الهند إلى يومنا هذا. طبعا اعزائي بعد ما طلعنا فاصل صغير رجعنا، كنا عم نتبل الدجاج التندوري بهالتتبيله الحلوه، شفتوها ونقعناها اكثر من ربع ساعه مشان تتشرب. هلا بدنا نقليها، بدنا نشيل طبعا من بعد ما تشربت، هلا فينا نقليها دغري، وفينا نغطى شوي بالطحين مشان هلا التتبيله تكون يعني معلقه على الدجاج، منشان لانه ما اخذت كميه بالتتبيل. هلا بدنا مثل ما شايفين هون هيك بدنا ننزلها هيك بهالشكل، هيك دائما بنغطى بالطحين، او اذا بدكم انتم ما تغطوها بالطحين فيكم ما تغطوها، بس انا على اساس انه طعمي هيك يتشرب يمسك التشريبي هيك بهالشكل. هيدي الصوص كتير لذيذه، هيك خلينا نحطها معه. هلا مثل ما شايفين هيك بهالشكل ريحتها شي روعه. بدي انا شيل هاي هيك واشوف قليها، قلبها. هذا الدجاج التندوري روعه، طيب كثير. بهالشكل عم ينقلها، فينا نحن نغطيه شوية مشان لحتى يستوي. هوني مثل ما شايفين أعزائنا
بدي انا شيل هوني مشان لحتى ارجع استعمل الملقط. شفتوا كيف؟ هلا عم يستوي هون، فينا نحن نحط كمان بعد وحده بهالشكل، اخر وحده هني فروج، اربع قطع الفروج، بيكون اربع قطع هيك، نغطي شويه بالطحين. خليها نحطها معهم هيك، خلي يغلوا على يستووا على مهلهم. هوني خليني غطيها مشان حتى يستوي الفروج. هون ما اشبلنا اياهم، خلينا نشيلهم من دربنا. هون هيك بدي انا مثل ما شايفين اعزائنا، بدي هلا يستوي الدجاج لنشيلهم على الطبق الثاني. ولكن فينا نبلش بطبق اللادو الهندي. اللادو الهندي، بس قبل ما نبلش خلينا نطلع نشوف المقادير على الشاشه. مقادير حلى اللادو الهندي: 200 جرام طحين، 200 جرام طحين حمص، 500 ملي لتر ماي، 500 ملي لتر قطر السكر، 100 جرام لوز، و100 جرام زبيب، و20 جرام هيل، و20 جرام زعفران، 10 جرامات باكنج باودر، و10 جرامات ملح. من بعد ما شفنا مقادير الحلوة أعزائي المشاهدين، بدنا نعمل اللدو الهندي، وهو طبق كتير لذيذ وطيب. أول شيء بدنا نحط نحن طبعاً طحين الحمص، هذا طحين الحمص حطيناه. بدنا هون نحط كمان طحين عادي فوقه، هذا طحين عادي. بدنا كمان مثل ما شايفين بدنا نحط هون عنا شوية سميدي، يعني شيء سميدي 100 جرام سميدي، بدنا ننقعها بشوية مي مشان حتى، ونرش عليها كمان هوني شوية ملح خفيف. وهوني السميدي بدنا لازم ننقعها شوي بالمي مشان حتى تصير طرية ما تكون قاسية، يعني لبين ما عجناهم بتكون صارت طرية. هذا سميدي، اوكي عظيم. هلا هوني بدنا نحط هلا كمان حليب مكثف محلى فوقه، او فينا كمان نستغني عن الحليب المكثف محلى بنحط لهم حليب بودره، حليب بودره بنحط لهم هني كمان بيطلع كثير لذيذ، بس كمان الحليب المكثف كمان طيب بهالوصفه. هون عندنا كمان هيل مطحون، بدنا نحن شوية هيل مش كتير، رشة خفيفة يعني شي نص ملعقة بس عليهم. وعندنا هون كمان الزعفران، هذا الزعفران حطينا له نقطة ماء الورد، شوفوا مشان لحتى يعطي هالنكهة اللذيذة، بنحطه فوق منهم. هذا الزعفران لذيذ كتير بهالشكل. هلا عندنا نحن هوني كربونات، مش كربونات، عندنا بيكنج باودر بنحطهم فوق الطحين. وهوني كمان عندنا كمان قليل من السكر، شي 50 جرام سكر معهم بهالشكل. هلا بدي انا بلش بالعجن. هوني لاعطيكم فكره صغيره عن القطر،
هذا من بعد ما نعمل الكرات ونقليهم بالزيت، هذا القطر كل كبايتين قطر لكل كبايتين سكر بدهم كباية ونص مي، وبدنا ملعقة صغيرة حامض العصير، وبنغليهم على النار وبنحط لهم ملعقتين موارد وملعقتين مظهر، بيصير عندنا هالقطر اللذيذ الطيب. هلا بدنا نبلش نعجن هوني بهالشكل، نعجن هالليدو الهندي، مكونات حطيناها نحن فوق بعض وعم نعجنهم. بدنا هوني نضيف عليهم اللي قلنا لكم عليهم السميدة الناعمة، من بعد ما ابتلت صارت منقوعة نعناها بالماء وصارت يعني طرية، بدنا نعجنهم بهالشكل هيك. بعدين إذا لقينا مثلا نقصهم شوية ماء منضيف عليهم ماء، شوية ماء منشان لحتى هيك تتماسك العجينة مع بعضها بهالشكل. كتير لذيذ الطبق يعني، ومشهور كتير بالهند يعني كل ما شايفين هيك بده ينعجن منيح يعني. نحن هوني هني حاطين لهم تقريبا يعني نص لتر مي، بس نحن منشوف الطحين قديش بحاجة، لأنه الطحين أنواع تعرفوا أنتو يعني، على أساس أنه في عندك طحين بيشرب مي، في طحين ما بيشرب قليل من المي، حسب يعني ما طبعا بحاجة للمي لهال. طبعا نحن هلا عم نعجنهم مزبوط منشان لحتى يكون هلا العجينة متماسكة مزبوط بهالشكل. وقت اللي بتكون متماسكة بتصير سهلة علينا القلي، بتكون سهلة علينا هالقلي. طبعا هلا عجناها، خلينا اعزائي نطلع فاصل صغير بتكون اختمرت العجينة ومننا نكعزلها ونبلش نقلي فيها. طبعا اعزائي المشاهدين من بعد ما طلعنا فاصل صغير وكنا عم نكور هالليدو الهندي، كورناه وقلينا شوي وبدنا نقلي كمان التانيين نتفه صغيره على نقلكم كيف طلعوا معنا بهالشكل. هلا عم نقليهم، بدنا هيك كورناهم بهالشكل، بدنا نحطهم بالمقلي هيك بهالشكل. هذا الكرات الليدو الهندي طبعا اعزائي المشاهدين، من بعد ما خلينا نقليهم لحتى يتحمروا وبس، ولكن خلينا نطلع نشوف فوائد الخل. فوائد الخل: يساهم في الحد من خطر الإصابة بمرض السرطان، وأيضا يساهم في الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة أن يساهم في تحسين وظائف الدماغ الإدراكية. طبعا أعزائي من بعد ما شفنا فوائد الخل رجعنا طبعا عنا هوني الدجاج تندوري بالمسالة كتير لذيذ وطيب، شفتونا كيف قليناه، بدنا نزينه شوي هيك شوي كم ترنش حامض على جنبه بهالشكل، وكمان حط له كم شقفة بندورة على كمان مشان هيك يكون منظر جميل. فينا نحط له كم حبة بقدونس على كل طرف هوني شوي هيك يعطيه لمسة خضرة هيك خضار بهالشكل. هلا مثل ما شايفين اعزائنا
بدنا نحن هون عملنا طبعا ليدو الهندي وكورنا وتركنا ليرتاح 10 دقائق وبعدين قليناه بالزيت وشفتونا كيف عم نقلي. بدنا نحط له القطر، فينا نحن هودي نحطهم كلهم بقلب القطر ويتشربوا قطر على مهلهم، وفينا نرش لهم قطر هيك على وجههم بهالشكل، يعني كل الطرق. بس في منهم بحطوه بقلب القطر يتشرب قطر يعني ويضلي بالقطرات. طبعا هودي الليدو الهندي. طبعا اعزائنا المشاهدين عملنا طبقين، عنا عملنا التندوري، الدجاج تندوري طبعا بالمصالة، وعملنا الليدو الهندي بالقطر، وهودي بيكونوا أطباقنا لليوم. أعزائي المشاهدين منقلكم خلصت حلقتنا لليوم، على أمل لقيكم بحلقة جديدة ووصفة جديدة من برنامج ملح وسكر، وإلى اللقاء وباي باي.